نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغ الأشواق. نبدأ. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب سعيكم. إن شاء الله هناخد مراجعة بسيطة اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت. المشروع بتاعنا أو البرنامج التدريبي بتاعنا اسمه ما لا تعرف عن استخدام التكنولوجيا في التعليم أو استخدام التكنولوجيا في التعليم. اتكلمنا في المرة الماضية عن ماذا نعني باستخدام التكنولوجيا، وقلنا عرفها المجلس البريطاني للتكنولوجيا التربية بأن تكنولوجيا التعليم هي تطوير وتطبيق النظم والأساليب والوسائل لتحسين عملية التعلم الإنساني. يبقى الغرض من المحاضرة بتاعتنا أو من استخدام التكنولوجيا في التعليم أساسا هو تطوير وتطبيق النظم والأساليب عشان أحسن التعلم الإنساني. وقلنا ان استخدام التكنولوجيا في التعليم ليس مجرد استخدام التقنيات الحديثه، وليس مجرد استخدام التكنولوجيا التقنيه زي مثل البرامج والتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، ولكن في النظره عام 1979 كان استخدام المواد والاجهزه والقوى البشريه والاستراتيجيات التعليميه، والربط بين النظرية والبحث وتصميم وإنتاج وتقويم كل ده داخل عنصر واحد اسمه مجال تكنولوجيا التعليم. وقلنا تطور النظرة اللي هي في عام 1994 للربط بين النظرية والتطبيق سواء في عملية التطوير أو الاستخدام أو الإدارة أو التقويم أو التصميم. قلنا الفئة المستهدفة من البرنامج التدريبي بتاعنا مش مجرد طلبة ومش مجرد مدرسين ومش مجرد أخصائي تكنولوجي، ولكن كل الفئات. أي فئة عايزة توصل لتكنولوجيا إن هي تقدر من خلالها تعمل عملية تواصل للمعرفة أو عملية إن هي تحصل على معرفة إزاي وتقدر إزاي توصل معرفة لمجموعة، إن شاء الله ده اللي إحنا هنتعلمه خلال المحاضرات بتاعتنا. بالنسبة قلنا لماذا هذا البرنامج التدريبي؟ قلت لأن أنا في معظم الأدبيات اللي أنا قرأتها على صفحات الإنترنت ومواقع الإنترنت قلما أجد مجموعة من المحاضرات أو التطبيقات أو المواقع بتتكلم عن التقنية أو بتفصلها زي ما احنا إن شاء الله هنبدأ ندريبها. ايه اللي احنا هنقدمه في البرنامج التدريبي؟ شرحناه قبل كده وهناخد عنه نبذه بسيطه دلوقتي. ازاي اقدر استخدم حساب البريد الالكتروني سواء الجيميل او الهوت ميل في عمليه انشاء حساب بريد الكتروني او ارسال واستقبال رسائل. استخدمنا محركات البحث وعرفنا في برضه المرات السابقه ازاي اقدر اعمل توقيع باسمي وبصورتي، وازاي اعمل رد اوتوماتيك على كل الرسائل اللي بتجيلي، ازاي اقدر ارسل ملفات اكتر من الساعه التخزينيه اللي محددها لي المساحه التخزينيه للبريد الالكتروني. يعني لو مساحه البريد الالكتروني بيقول لي ان انت مش هتقدر ترفع اكتر من 10 ميجا او 20 ميجا للملف، اقدر ان ارفع ملفات اكتر من جيجا واكتر من 5 جيجا عن طريق الجوجل درايف زي ما اخذنا في المرات السابقه. عرفت في محركات البحث ان انا اقدر ابحث بالنص، اقدر ابحث بالصوره، اقدر ابحث بمقاطع فيديو، اقدر ابحث في الاخبار، اقدر ابحث على صفحات ومواقع الانترنت. خدت تكنولوجي اعلى شويه للناس الاكاديميين ازاي يقدر يستخدم جوجل سكولر او الباحث العلمي، ازاي اقدر ابحث عن بحث علمي اكاديمي. خدنا بعد كده الترانسليت او الترجمه داخل محركات البحث، وازاي اقدر اترجم موقع كامل، ازاي اقدر اترجم نص، ازاي اسمع نص منطوق باللغه الاجنبيه، ازاي اقدر اترجم ملف وورد او مستند وورد. النهارده ان شاء الله هنعرف تكنولوجيا جديده وهي عمليه انشاء ملفات تشاركية بيني وبين مجموعة من الدارسين أو المتدربين، إزاي أقدر أشارك الملفات دي معاهم، إزاي أقدر أعمل استبيان إلكتروني،
ازاي اقدر انشئ اختبار الكتروني، ازاي اقدر اوقف الاختبار ده وقت ما انا عايز واشغله وقت ما انا عايز، ازاي اعمل عملية رد الكتروني او عملية اجابات او تصحيح الاختبار ده بطريقة الكترونية، وفي نفس التوقيت ان انا ابعت الاجابات وابعت النتائج الاختبار ده للاشخاص. ده اللي هنعرفه ان شاء الله النهارده. في المحاضرات القادمه ان شاء الله ازاي هعرف استخدم تقويم جوجل وتطبيق الهانج اوت. لو الوقت سعنا النهارده ان شاء الله هنشتغل على تطبيق الهانج اوت. ومن تقويم جوجل ده بيميز ان انا اقدر ابعت رسائل، ان انا اقدر استخدمه في تنظيم الاوقات بين جروب العمل اللي انا بنشئه. ازاي اقدر انشئ مدونه، وازاي اقدر اديرها، وازاي اقدر ارفع عليها الملفات الشخصيه، ازاي اقدر انشئ قناه على اليوتيوب واقدر ارفع عليها فيديوهات، وازاي اقدر اعمل عمليه بث مباشر لبعض المشاهد اللي قدامي، وازاي اقدر اعمل بث مباشر لبعض المحاضرات. ده بعض البرامج المتخصصه شويه للناس المتخصصين في العلوم المختلفه سواء الكيمياء او الفيزياء او الرياضيات او الاحياء. دي بعض البرامج تحاكي المعامل الافتراضيه او تحاكي المعامل الحقيقيه، هي عباره عن معامل افتراضيه تحاكي المعامل المعامل الافتراضيه تحاكي المعامل الحقيقيه. من ضمن اسمها مجموعه برامج الكروكودايل سواء الفيزياء او الكيمستري او الماثيماتكس الرياضيه او 3 دي تكنولوجي اللي هي العمليات الخاصه بتكنولوجيا التواصل. عندي مجموعة من البرامج هقدر من خلالها إن أنا أقدر أستخدمها داخل المواقع، أقدر أستخدمها داخل الفصول الدراسية أو داخل التدريب. جوجل إيرث في إن أنا أقدر أعمل محاكاة لواقع أو لمكان، أو إن أنا أقدر أتجول في الفضاء أو أتجول حول الكرة الأرضية. كودو جيم لاب إن أنا أقدر أستخدم البرمجة أو المنطق البرمجي في إن أنا أحل بعض المشاكل في صورة جيمز أو ألعاب. فوتوسينس إزاي أقدر أستخدم بعض البرامج في إنشاء أشكال ثلاثية الأبعاد أو في إنشاء صور ثلاثية الأبعاد وأقدر أتحكم فيها، أقدر أتحكم في التجوال حولها. في سيميوليشن موقع أقدر من خلاله إن أنا أتصفح بعض المشاريع تم إنشائها بتحاكي المعامل الافتراضية سواء في الكيمياء أو في الفيزياء أو في الأحياء. كامتاسي ستوديو برنامج أقدر من خلاله إن أنا أرفع أو أصور بعض الفيديوهات وأرفعها على شبكة الإنترنت أو أستخدمها داخل الحقول التعليمية. أوتوكولاج إن أنا أقدر أجمع مجموعة من الصور وأديها شكل أو منظر جمالي بدمجها مع بعض. تيل نتورك شبكة تستخدم في التعليم تابعة لشركة مايكروسوفت. ده بالنسبة للي احنا خدناه المحاضرة السابقة. طيب نبدأ في المحاضرة بتاعتنا النهاردة. طبعا انا بشكر اكاديميه الدارين لاتاحه الفرصه لينا ان احنا نشرح المنهج المقرر ده، كما اخص بالذكر والشكر مجموعه اللي سهرت معايا اول امس لتجربه الفصل الافتراضي، واخص منهم الاستاذ فايز من فلسطين الشقيقه، فنحن نقدرهم ونعزهم.
بالنسبة للأسئلة من الاقتراحات اللي حضرتك ذكرتوها في المحاضرات السابقة، طب بالنسبة للأستاذ أو الأستاذة اللي بتسأل كيف أكبر الصورة، فأنا ممكن أكبرها من هنا مثلا يعني، ولا مش فاهم إيه السؤال؟ طيب بالنسبة للصورة مقلوبة، أنا مش عارف الصورة عند الجميع مقلوبة ولا مظبوطة؟ طيب عشان نتلاشى الجزئية دي يا جماعة أستأذنكم، بس في بعض الأسئلة الكتير في بعض الأسئلة الكتير حول هذا الموضوع، سواء قلب الصورة أو عملية الصوت أو يا ريت بننبه ان اللي عنده مشكله شبه كده بيعمل ريفرش. يا ريت يعمل ريفرش عشان الصوت او عشان المشاكل التاليه. لو بعد ما بيعمل ريفرش في مشكله تاني يقدر يرسمها. ان شاء الله الدعم هيحاول يحلها. تمام اوكي. مقترحات المحاضرات السابقة للاستبيان اللي احنا عملناه المحاضرة السابقة، أشكركم جدا لردكم عليه، وأشكركم كمان لتعزيزكم لهذه المحاضرات. الأستاذ الأشرف تقريبا هو ليه سؤال، أنا هقول كل الأسئلة أو المقترحات اللي حضرتك قلتوها وإن شاء الله هجاوبكم عليها دلوقتي. من ضمن المقترحات، كيف استعمل الحاسوب والتكنولوجيا في داخل القسم؟ تقريبا ده حد كان من قسم اللغة العربية على ما اتذكر. ممكن حضرتك تستخدم الحاسب او التكنولوجيا زي ما انا بستخدمها دلوقتي في عملية البحث. احنا خدنا المحاضرة الماضية كيفية البحث، ازاي اقدر ابحث عن مراجع، ازاي اقدر ابحث عن بحوث اكاديمية، ازاي اقدر ابحث عن مواقع مهتمة في المجال الاكاديمي الشخصي بكل انواع البحث، سواء صور، فيديوهات تشرح لي مقرر معين، صور، نصوص، مواقع. كل الحاجات دي خدناها المره اللي فاتت، ازاي اقدر اتواصل مع بعض الاشخاص عبر البريد الالكتروني، كل الحاجات دي احنا ذكرناها. بالنسبه للسؤال الثاني، اللي هو الخاص بعمليه تطبيق المحاضرات، انا كنت بعرض فيديوهات، وانا يعني كنت بتعمد ان انا اصور فيديوهات قبل المحاضره، لان في بعض الحاجات هتتطلب يعني هتتطلب وجودها بالفعل داخل بيئه العمل، مش هتبقى متاحه معانا، زي ان انا احمل برنامج جوجل درايف، او احمل مثلا ساوند او فويس او بعض البرامج الخاصه، البرامج دي انا بالفعل مسطبها، فهضطر ان انا اشيل التطبيقات دي وارجع اسطبها تاني، وهتبقى في مشكله. فانا بحاول ان احنا بنصور الفيديوهات ديت قبل المحاضره، على اساس ان حضرتك كان انت اول مره تتعامل مع البرنامج او اول مره تتعامل مع التطبيق ده، هتلاقي بالظبط نفس الخطوات اللي انا عاملها في الفيديو حضرتك هتشاهدها عندك ان شاء الله على الجهاز ده. بالنسبه ليه احنا بنعمل الفيديوهات قبل المحاضره، في بعض الناس بيقترح ان احنا نسمع الفيديوهات بعد المحاضره. هو حقيقي هجاوب على السؤال ده في المحاضره، يعني في الشريحه التاليه او التي تليها. طيب استاذن الدعم، بس هيقفل لنا الشات مبدئيا. في أخ بيسأل، أتمنى الشرح والفيديوهات للرجوع لها لأنها تاخذ وقت لمشاهدتها وتطبيقها. طبعا أنا بنعمل دي عبارة عن ورش عمل، اللي أنا بشرحها دي عبارة عن ورش عمل، قلنا في البداية إن هي أغلبها تبقى شغل تطبيقي أو عملي، ويبقى في مقتطفات بسيطة نظري. الفيديوهات أنا بنزلها مباشرة، الفيديوهات العملي أنا بنزلها مباشرة بعد المحاضرة،
بعد المحاضرة مباشرة أنا بنزل اللينك الخاص بكل فيديو أنا نشرته على داخل ورشة العمل أو داخل المحاضرة. في بعض الناس عايز الأقسام الافتراضية والموديل، يعني أعتقد إن بعد إن شاء الله بعد ما نخلص سلسلة المحاضرات بتاعتنا في تبع الخطة التي تم إدراجها للعمل، ممكن إن شاء الله نعمل مستوى تاني للناس المتخصصة سواء في إنشاء الموديل أو في إنشاء بعض المواقع أو التكنولوجيا المتقدمة للي يرغب، إن شاء الله هنعلن عنها ونشوف استبيان بيها في آخر المحاضرات. الأوتلوك برضه ممكن ندرجه من ضمن المحاضرات القادمة إن شاء الله، لكن إحنا ملتزمين بالخطة العمل اللي أنا أضربتها في بداية الشغل. استغلال وقت المحاضرة في الشرح ومشاهدة فيديوهات اليوتيوب بعد الحلقة، ده أعتقد جاوبت عليه قبل كده. كيفية البحث عن شهادة معترف بها وتعليم مجاني، أعتقد ده الأستاذ أشرف اللي هو كان بيتكلم من شوية. أعتقد إن المجال بتاعنا مجال مفتوح جدا، ومن يعني يعتبر من أشهر الأكاديميات المشهورة على شبكة الإنترنت في عملية الشهادات أو التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد، أعتقد أكاديمية الدارين. فحضرتك إن شاء الله في آخر المحاضرات بعد إنشاء التطبيقات وبعد إنشاء الاستبيانات أو الإجابة على الاستبيانات اللي إحنا بنعملها إن شاء الله يبقى فيها شهادة. في حد بيقول الشرح جميل، هناك تقطعات في الصوت أحيانا. هو التقطع لو في تقطع في الصوت اعتقد ان الدعم هيقول لي، فلو غير كده زي ما بقول لحضراتكم ممكن نعمل ريفريش وبعد كده ان شاء الله تبقى الصوره شغاله مع حضراتكم هي والفيديو. في حد بيسأل ان اول محاضره ليه، فمش عارف ازاي بيتعامل مع الموقع. ممكن اعتقد ان الدعم الفني ممكن يقدر يبين ده في بعض الفيديوهات او كده ينشرها على الايفنت او على الجروب. تقليل من الفيديوهات الطويله، اعتقد انا بقلل قدر الامكان، يعني لان انا مقطع الفيديوهات، اكبر فيديو ممكن يبقى 15 دقيقه، فانا حتى بقسمها عباره عن مهام معينة، لكل مهمة بتاخد أقصى حاجة من 5 ل 15 دقيقة. برضه في حد بيقول إن مشاهدة الفيديو مع الشرح أو التطبيق العملي بيبقى صعب شوية لسرعة الإنترنت، ممكن دي هنتغلب عليها، هنعمل استراتيجية جديدة ممكن نحاول نشوفها النهاردة. هعمل لكم سكرين شير للفيديوهات من عندي، ممكن يبقى عندي النت أسرع شوية من عند حضراتكم، فحاول اعمل سكرين شير للفيديو من عندي، هشغل الفيديو من عندي بسرعه عاليه شويه وفي نفس الوقت حضراتكم تشاهدوا وتبداوا التطبيق. وان كان حد عايز اللينك هنبعته له برضه، بحيث ان هو يقدر لو عايز يرجع في جزئيه معينه يشوف جزئيه معينه مره واثنين وثلاثه بحيث ان هو يطبقها، دي حاجه شخصيه يقدر يتعامل معاها. اعتقد الملفات المطلوب استعمالها، السؤال ده مش واخد بالي منه. سؤال بيقول يمكن ارسال الملفات المطلوب استعمالها على الايميل الشخصي تجنبا لمشاكل الاتصال. انا عامه في نهايه كل محاضره بعمل استبيان، الاستبيان ده بقدر اقول لحضرتك من خلاله استفدت ايه وما استفدتش ايه من المحاضره، اقتراحاتك المحاضرات القادمه. بقدر من خلال ان حضرتك بترسل لي لينك للحاجات اللي تم انشائها او سواء بترسلها لي على البريد الالكتروني، ولو في اي حاجه انا برفعها على الايفنت. طيب ده بيسموه هرم المعرفه، ان المعارف تنقل للانسان من خلال الهرم ده. طبعا ده هرم تخيلي، الا انه نسبه كبيره جدا 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 منه حقيقيه. تمام، الأستاذة أماني بتقول فعلا أكثر ما يتذكره الفرد هو الممارسة الفعلية، يعني الحاجات اللي الإنسان بيقوم بيها بنفسه أو بيعملها بنفسه دي هي اللي بيتذكرها بنسبة كبيرة. الأستاذة روني، هو فعلا اللي بنقدر نتذكره أكثر من خلال الممارسة، وفعلا أقل حاجة بنتذكرها من خلال القراءة، ده حقيقي. يعني الحاجات اللي أنا بقرأها بس مجرد القراءة ممكن أتذكر منها 5% إلى 10% فقط.
والحاجات انا بسمعها اقدر اسمع اقدر استفيد من الاستماع ده بنسبه تقريبا 20%، ده اقدر اتذكره. لو انا شاهدت فيديو او شاهدت صور زي الفيديوهات اللي احنا بنعرضها ديت 30% بكثير خالص، ان انا اقول يعني 30% لو تذكرتها فيما بعد. لكن ان انا اقدر اشاهد وان انا اشاهد التجارب ديت العلميه بنفسي ممكن يوصل ل 50%. اكتر من كده ان انا اقدر اوصل لمستوى اعلى شويه يسموه التعلم النشط، يعني ان انا اقدر اقوم بالتجربه بنفسي او ان انا ابدا المهام دي بنفسي. هنا بيقول لي البعض، هنا بيقول لي يسرى مشاركه اكثر من حاسه في بعض يثبت الموقف التعليمي، يعني ده بيثبت الموقف التعليمي او بيثريه اكثر. أكثر ما أتذكره ما أقوم بعمله، لو قمت بتعليمه للآخرين 95%، ممتاز، يعني 90 ل 95 ممكن تعلو أو تقل النسبة قليل. طيب بالفعل زي ما حضرتكم قلتوا وانطباعاتكم سليمة، وزي ما المشهد أو الصورة اللي قدامنا بتنبه ليه، إن هرم التعلم ده يقسموا علماء التربية أو العلماء المهتمين بالتعلم النشط، إن الجزء الأعلى من الهرم زي ما حضراتكم شايفين تعلم غير نشط، مجرد القراءة أو الاستماع أو مشاهدة صورة أو مشاهدة فيديو أو مشاهدة سمعية بصرية، كل الحاجات دي بيسموها تعلم غير نشط، لأن استجابة المتعلم فيها أثر التعلم ليها غير قوي. لكن تعالوا ما نشوف ان انا اقدر اخد الطالب او المتدرب معايا لورشه عمل واقول له احنا النهارده هنستخدم جوجل درايف، هقدر استخدم تطبيقات الحوسبه السحابيه، هقدر استخدم تقنيات حديثه في مجال تكنولوجيا التعليم، واقدر اديله ورشه عمل من خلالها يقدر ينفذ اللي هو شافه. اعتقد ده بيكون اكثر نشاطا واكثر تطبيقا للمعرفه. طيب خلونا نكمل الجزء النظري بتاعنا عشان نقدر نوصل ان شاء الله بعده للشغل العملي. ماذا نعني باستراتيجيات التعلم؟ احنا قلنا قبل كده ان استخدام التكنولوجيا في التعليم ليس مجرد استخدام التقنية، وليس مجرد استخدام الادوات التكنولوجية مثل الكمبيوتر واللابتوب والتابلت والايباد والايفون، واستخدام الموبايل ليرنينج او التعلم النقال، استخدام تكنولوجيا جديدة الحوسبة السحابية، كل الجزئيات ديت مهمة، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر، كل التكنولوجيات ديت مهمة جدا. لكن قلنا في نفس الوقت ان هي دي مش كل تكنولوجيا التعليم، او مش هي دي التكنولوجيا التعليم اللي احنا بنهدف اليها. احنا قلنا ان كان في نظرة قديمة ان هي كان استخدام التقنيات مع استخدام الادوات مع استخدام المواد مع استخدام استراتيجيات التعلم مع استخدام البحوث والدراسات مع التقويم مع التصميم مع التدريب، كل الحاجات ديت بتهدف في النهاية إن أنا أطلع حاجة اسمها تكنولوجيا التعليم لتحسين عملية التعلم الإنساني. طيب نقدر نعمل تمام، نقدر نعمل إيه، نعرف إيه هي استراتيجيات التعلم؟ لو حد يقدر يجاوبنا زي الأستاذ أماني. الأستاذ أماني بتقول هي الطرق التي يستخدمها المعلم لنقل المعلومة بأبسط الطرق وتوصيل وتثبيت أكبر نسبة منها. يعني ايه استراتيجيات التعلم؟ طبعا قد الصوت كده يا جماعه واضح؟ طيب لو في اي مشكله في الصوت يا ريت حد بس ينبهني او الدعم ينبهني. كده الصوت تمام؟ استراتيجيات يمكن قد عرفها البعض من الناحيه اللغويه استراتيجيه يعني خطه، وبداوا يدللوا عليها من الكتب اللغويه. لكن اللي يهمنا دلوقتي استخدامها في المجال التعليمي، استراتيجية التعلم ايه هي او ايه المقصود بيها؟ خطة تهدف اهدف من خلالها ان انا اوصل او احسن التعلم الانساني، دي ببساطة. طيب ان انا بعمل خطة معينة اقدر من خلالها احسن عملية التعلم الانساني. طب تعالى ما نشوف علماء التربية عرفوها بايه؟ هي افعال محددة يقوم بها المتعلم لجعل عملية التعلم اسهل وأسرع وأكثر متعة وفاعلية، والتي تجعله المتعلم ذاتيا
قادرا على توظيف ما تعلمه في حالات جديده. يبقى انا اقدر من خلال استراتيجيات التعلم دي اللي انا بخطط اليها او بهدف اليها، خلي المتعلم هو محور العمليه التعليميه، بحيث ان هو يقدر يوصل للمعلومات اللي عايزها بطريقه سهله وبطريقه مبسطه وبفاعليه ومتعه، مما يستدعي ان هو يقدر يوصل للتعلم بعد كده في حالات جديده، ان هو يقدر يوظف المعرفه دي او المعلومات دي في عمليه التعلم الانساني. طيب خلونا ندرس او خلونا ناخد استراتيجيه من ضمن الاستراتيجيات اللي احنا هنشتغل عليها، وهي استراتيجيه التعلم بالاكتشاف. على اساس ان انا مش هبدا عمليه شغل عملي على طول، لابد ان احنا ندرك ما مدى اهميه ان انا اقوم دلوقتي بالمحاضرات الماضيه او المحاضرات اللاحقه او المحاضره اللي احنا شغالين فيها. ليه انا بقول لحضرتك دلوقتي هنعمل شغل معين؟ هقول لحضرتك دلوقتي ابحث لي عن معلومه، هقول لحضرتك دلوقتي عايزين حاجه معينه، هنقدر دلوقتي نعرف ايه هي استراتيجيه التعلم بالاكتشاف؟ حد يقدر يجاوبنا؟ الباشمهندس رضا بيقول هي الطرق المتبعه لنصل بالتعلم المتعلم الى الاتقان، ونقصد السرعه والاداء، او اللي هو اي نصل بالمتعلم الى الابداع والابتكار. ممتاز يا باشمهندس. حد تاني يقدر يجاوبنا؟ التعلم بالاكتشاف. طيب الاكتشاف في معناه ان في حاجه انا عايز احاول اكتشفها، في حاجه عندي موجوده انا عايز اكتشفها، بتعتمد على خبرات سابقه للمتعلم. الاستاذ اشرف بيقول هي اكتساب المعلومه بنفسه ومن غير مساعده. تمام يا استاذ اشرف، دي بالفعل احد انواع استراتيجيات التعلم بالاكتشاف. الاستاذه روني هي الطريقه التي نجعل الطالب يقوم باستكشاف البيئه من حوله للوصول الى المعرفه. تمام، استكشاف البيئه واستكشاف المهاره بنفسه، وبالتالي انا هوصل لحاجه من خلال كده استاذه روني ان او الاساتذه الافاضل معايا، ان انا اقدر اوصل من خلال التقنيه اللي حضراتكم بتعملوها ديت في التعلم بالاكتشاف، ان انا اعمل ايه؟ ان يكون التعلم عندي اكثر نشاطا. يبقى انا بطبق حاجه اسمها استراتيجيات التعلم النشط، ان يكون التعلم عندي اكثر متعه، التعلم عندي ابقى اثرا لدى المتعلم. الاستاذ ابو عمر هي الطرق التي نحصل عليها في سرعه التعلم وسهوله وصول المعلومات وتفاعل المتعلم. تمام، لابد ان نعطي او نحدد مشكله ونعطي المتعلم حلول لحل المشكله. ممتاز، دي بالفعل احد انواع يا باشمهندس رضا. التعلم بالاكتشاف هو طريقه تتيح للطالب التفكير بالفعل والوصول الى المعلومات. تمام، هي طريقه تعلم، طريقه تعلم تتم من خلال التجربه. ممكن. طيب تعالوا نشوف التربويين عرفوها ايه. هي محاوله الفرد للحصول على المعرفه بنفسه، فهو يعيد لنا المعلومات زي ما حضرتك قلتم بهدف التوصل الى معلومه جديده. فالتعلم بالاكتشاف هو سلوك المتعلم للانتهاء من عمل تعليمي يقوم به بنفسه دون مساعده من المعلم او بمساعده المعلم عن طريق ارشاد معين. اشكركم للاجابات. بالفعل هو ده اللي بيتم. اهداف التعلم النشط، ليه احنا بنقوم بعمليه التعلم النشط؟ حد يقدر يجاوبنا؟ ليه انا بقوم بالتعلم النشط او انا بهدف من التعلم بالاكتشاف بايه؟ نفس الجزئيات اللي حضرتك قلتوها قبل كده، تنمي القدره العقليه للمتعلم بالفعل، سواء عمليه الابداع، الابتكار، الاعتماد على النفس. ممتاز. انا بذكر في الحقول التعليميه دائما ان الطالب لو تعود دائما ان هو يبدا يبحث عن حل لاي مشكله، او المتدرب او ان هو يبدا يبحث عن حل لاي مشكله، هو وصل لحاجه اسمها حل المشكلات. تنمي للطالب حل المشكلات بالفعل. يعني انا دلوقتي انا عندي مثلا مساله رياضيه صعبه عندي، انا عندي مشكله رياضيه او فيزيائيه او كيميائيه، اي مشكله عندي عايز عندي فيها مشكله مش عارفها، فاضطر اروح للمدرس عشان اساله. طيب انا هبحث على مواقع الانترنت، انا هبدا اشوف فيديوهات على اليوتيوب لحل المشكله دي، هبدا اشوف فيديوهات لنشاطات جديده اقدر اطبقها.
بالفعل الاستاذ اشرف بيوت تنمي للطالب على حل المشكلات، تعطي المتعلم الثقه في النفس، يزيد من دافعيه المتعلم نحو التعلم. ده كلام سليم. تنميه مهارات التفكير العليا لدى الطالب بالفعل استاذه دينا، اندماج الطلبه مع بعض، زياده اتجاهات الطلاب، وتوفر الفرص ويساعد على الابتكار وزياده الدفع. تمام، اشكر حضراتكم جدا الاجابات دي. يعمل على تدريب المخ على التفكير في الحلول الصحيحة لحل المشكلات. ممتاز، أشكرك يا باشمهندس. أهداف التعلم بالاكتشاف، قلنا بتساعد الدروس الاكتشاف الطلبة على زيادة قدراتهم على التحليل والترتيب وتقويم المعلومات. يتعلم الطلبة من خلال اندماجهم في درس في دروس الاكتشاف بعض الطرق والأنشطة الضرورية تنمي لدى الطلبة اتجاهات واستراتيجيات في حل المشكلات والبحث. الميل الى المهام التعليميه والشعور بالمتعه. انا بالفعل انت لما تلاقي في مشكله عند حضراتكم وتبدا تبحث عنها على مواقع الانترنت او على اليوتيوب او على اي شيء، بتجد متعه في الوصول الى المعرفه ديت، وان انت قدرت ان انت توصل لمشكله كانت عندك وقدرت تحلها، او قدرت ازاي تقدر تعرف الجزئيه دي. يوفر المتعلم فرصا عديده للتواصل الى التدليلات باستخدام التفكير المنطقي، يعود المتعلم على التخلص من تسليم الغير والتبعيه، يحقق نشاط المتعلم وايجابيته في اكتشاف المعلومات، يساعد على تنميه الابداع والابتكار، يزيد من دفعيه الطالب نحو التعلم بما يوفره من تشويق واثاره. هنا انواع التعلم. قلنا ان من انواع التعلم او من انواع التعلم بالاكتشاف، الاكتشاف الموجه، ان انا بقدر اوجه المتدرب او الدارس عندي لمجموعه من المهارات يبدا ان هو يروح يكتسبها من اجل اثبات التعلم بالاكتشاف. او الاكتشاف شبه الموجه، ان انا بتركه في بيئه معينه واقدر احدد له المهام اللي هو يوصل اليها. الاكتشاف الحر وهو ارقى انواع الاكتشاف. وهنا بيفضل بعض التربويين ان هو ما يقدرش يدخل على الاكتشاف الحر الا بالمرور بالمراحل السابقه ليه، اللي هي الاكتشاف الموجه، ان انا اقدر اوجهه الاول المهارات وبعد كده اقدر اتركه في بيئه او في البيئه اللي هو يقدر يكتسب منها المهارات او الخبرات، بعد كده اقدر اتركه مباشره دون توجيه. دور المعلم في التعلم بالاكتشاف، ايه هو دور المعلم في التعلم بالاكتشاف؟ موجه ومرشد تمام للمتعلم. يبقى مش مجرد بقى ان احنا بنستخدم الكلام القديم، ان انا اتنين ادي في المحاضره كله شرح شرح زي ما انا بعمل دلوقتي. هو دور متابعه وتوجيه، تحديد موضوع التعلم، توجيه الطلاب وتحدي المصادر. يعني ما يبداش كل المحاضره بتاعته ان هو قاعد بيتكلم 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 زي ما احنا بنعمل دلوقتي، لكن احنا ان شاء الله هننتهي من الكلام دلوقتي ونبدا في الشغل العملي على طول. توجيه الطلاب وتحدي المصادر. طيب هنا دور المعلم في التعلم بالاكتشاف، تحديد المفاهيم العلميه، ان انا احدد له مفهوم معين يبدا يبحث عنه، احدد له نظريه معينه يبدا يبحث عنها، والمبادئ التي سيتم تعلمها وطرحها في صوره التساؤلات. اعداد المواد التعليميه اللازمه لتنفيذ الدرس، انا بقدر اعد له الماده التعليميه عشان يبدا هو ينفذ الدرس ده، اقدر اصيغ له المشكله بطريقه علميه، وتحديد الانشطه والتجارب، تقويم المتعلمين ومساعدتهم على تطبيق ما تعلموه. ان انا ابدا ان هم اساعدهم ان هم يطبقوا المعرفه ديت زي الفيديوهات اللي انا بقدر اشرحها لكم او اقدر اوجهكم اليها. الباشمهندس رضا بيقول تحديد موضوع التعلم، الاستاذه دينا توجيه الطلاب وتحدي المصادر، ابو عمر بيقول يحدد المعلومات التي يحصل عليها المتعلم، بنحدد المعلومات التي يحصل عليها المتعلم ويوجه المتعلم الى المواد التي يكتسب منها ما يفيد. يجب ان يكون تمام زي ما حضرتكم قلتم جميعا، يجب ان يكون المبدا او مفهوم مراد اكتشافه واضحا في ذهن المدرس والمتعلم ايضا. برضك لابد ان حضراتكم تاخدوا في الاعتبار العوامل ذات الصله، المجتمع والبيئه والمستوى العمري، طريقه التفكير للمتعلمين، الحالات النفسيه الخاصه بهم. ايضا يجب الاخذ في الاعتبار ان الاستكشاف ده لا يعني ما ينفعش مع كل حالات التعلم. في حاله استخدام طريقه الاكتشاف الاستقرائي يجب اختبار امثله، في حالة استخدام طريقة الاكتشاف الاستقرائي يجب عدم إجبار الطلبة
يجب أن نهتم بالإجابات والاقتراحات غير المتوقعة. يجب أن نقرر متى نقول للطلبة الذين لا يستطيعون الاكتشاف المعلومات المطلوبة كالوقت مثلا. يجب جعل الطلبة يتأكدون من صحة استنتاجاتهم واكتشافاتهم. طيب خلينا نروح دلوقتي بقى للجانب التطبيقي أو العملي. طبعا ما ينفعش إن إحنا بعد ما شرحنا الاستراتيجية الجديدة من استراتيجيات التعلم وهي التعلم بالاكتشاف، إن أنا أبدأ بعد المحاضرة النظرية الطويلة ديت، إن إحنا بنقول التعلم بالاكتشاف وإن الطالب لابد إن هو يبحث عن معلومة بنفسه، إن هو ينمي لديه التعلم بالاكتشاف أو الابتكار من خلال هذه الاستراتيجية. خلونا نروح دلوقتي نطبق الاستراتيجية ديت بالفعل عن موضوع النهاردة. إحنا النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها إيه؟ تطبيقات الحوسبة السحابية، أو هنتكلم عن استخدام هنتكلم عن حاجة اسمها تطبيقات الحوسبة السحابية أو استخدام جوجل درايف في إنشاء ومشاركة الملفات عبر السحابات الكمبيوترية. خلونا بقى نبحث عن حاجة اسمها جوجل درايف. الناس تبدأ تبحث ونبدأ نتلاقى بعد دقيقتين. إيه اللي عرفه عن حاجة اسمها جوجل درايف؟ هنحاول يا جماعة نبحث عن النص اللي موجود قدامنا اللي هو اللي عليه المحاضرة في شرح النهاردة، كيفية مشاركة المستندات، إنشاء عروض جماعية، كيفية إنشاء اختبارات إلكترونية، أو بنكتفي بمصطلح جوجل درايف. تمام؟ نعرف يعني إيه جوجل درايف وإيه إمكانياته. بعد عملية البحث يا ريت بس حد يبدأ يجاوبنا على الشات. نبدأ نسمع الإجابات. أعتقد يعني مضى أكثر من 5 دقايق مش دقيقتين. المحاضرة عبارة عن ورشة عمل، فأنا مش هقدر أنتقل للمحاضرة يعني للجزئية التالية إلا لما حد يحاول يجاوبنا. هي تحميل ملفات ومشاركتها. تمام تمام يا أستاذ أشرف. إيه تاني؟ مين تاني يقدر يجاوبنا؟ هي خدمة مجانية تسمح برفع المستندات وإنشاء وأيضا تتيح سعة حتى 5 جيجا استبانة، وأقدر من خلالها أعمل استبيان من خلال جوجل فورم. ممتاز ممتاز يا أستاذة دينا. العمل بالملفات في أي مكان ده شيء جميل. طيب هو بالفعل زي ما حضراتكم قلتم، اقدر الملفات الشخصيه بتاعتي مش لازم ابقى ماشي ومعايا فلاشه في ايدي، مش لازم اكون الجهاز اللابتوب بتاعي موجود معايا في كل الاماكن اللي انا بنتقل اليها، مش لازم يكون التابلت بتاعي معايا، مش لازم يكون الموبايل بتاعي حتى معايا. تمام يا أستاذ أبو عمر والأستاذ أزاليا والأستاذ أشرف. زي ما حضرتكم بتقولوا بالفعل، فمش لازم يكون الحاجات دي كلها معايا عشان أبدأ أعمل شغلي. مجرد إن أنا بنتقل لأي جهاز في أي مكان تاني حول العالم، مش لازم يكون جهازي الشخصي، بفتح حاجة اسمها الحوسبة السحابية الخاصة. الحوسبة السحابية الخاصة من خلال بعض الشركات العالمية بتقدر تحلي خدمة الحوسبة السحابية ديت بصورة مجانية بساعات تخزينية أقدر أقولها دلوقتي مجانية تبلغ حتى 15 جيجا. جوجل بتتيح لي 15 جيجا، مش 5 جيجا وبس، لا أكتر من 15 جيجا كمان. تمام 15 جيجا لجوجل درايف بس، أقدر من خلالها أخزن عليها ملفات فيديو، أقدر أخزن عليها ملفات مستندات، أقدر أخزن عليها اختبارات، أقدر أخزن عليها ملفات نصية أو غير نصية. الأستاذة روني بتقول يمكن من خلاله إنشاء وتعديل وتخزين الملفات، ده شيء تمام. كل الحاجات دي أقدر أتعامل معاها بدون أي استخدام أي جهاز شخصي ليا أو باستخدام جهاز شخصي ليا. لكن الفكرة إن الحوسبة السحابية دي أنا بعمل أكاونت على أحد الشركات العالمية زي جوجل أو مايكروسوفت أو أحد الشركات اللي بتحي خدمة الحوسبة السحابية بصورة مجانية أو غير مجانية، لكن اللي بتتيح لي بصوره مجانيه اللي احنا هنبدا نشتغل عليهم هي جوجل ومايكروسوفت اللي انا بشغال عليهم في التطبيقات بتاعتي.
اقدر من خلالها اخزن عليهم الملفات الشخصيه بتاعتي، اقدر اوصل اليها من اي مكان في العالم باليوزر نيم والباسورد بتاعي اللي انا هقدر ادخل من خلاله، اقدر من خلالهم ان انا اقدر اشارك الملفات الشخصيه بتاعتي ديت مع اشخاص محددين انا اقدر احددهم. انا سايب الفولدر الاساسي او الماده الاساسيه او الملف الاساسي عندي على الحوسبه بتاعتي، واقدر اشير الملف ده هو لاشخاص اخرين اديهم صلاحيات عليه. ممكن اديله صلاحيه للعرض بس ان هو يقدر يشاهد الحاجه دي او المستند ده او الفيديو ده، اديله صلاحيات اعلى ان هو يقدر يديني تعليقات، يقرا النص ويبدا يديني تعليقات على النص ده، اقدر اديله صلاحيه اكتر من كده ان هو يبدا يعدل على المحتوى ده نفسه. اديله صلاحيه ان هو فتح مستند ملف وورد، شاف المستند في بعض الاخطاء العلميه اقول له عدل لي في المصطلح ده في المستند ده، يبدا يعدل في المستند ده وتدي لي اشعارات ان فلان دخل الساعه كذا في الوقت كذا، بدا يعدل في المستند واخر التعديلات اللي توصل اليه. بل اكتر من كده كمان، ان المستند الاساسي بيبدا يتنيه حفظه وبيبدا التعديلات ديت بيعرضه. لو انا عايز ارجع للمستند الرئيسي او الفتره الزمنيه معينه كان فيها المستند موجود لغايه 30 يوم، اقدر ارجع للمستند والتعديلات بتاعته حتى 30 يوم. يتم حفظ البيانات ديت او المستندات ديت بطريقه اوتوماتيكيه على الحوسبه السحابيه. أستاذ عز الدين بيقول لي تحويل ملفات العمل إلى شكل سحابي متوفرة في كل مكان، وذلك توفير للوقت والعتاد والأجهزة وصعوبة التأمين، حيث أن الملفات والعمل بالكامل يخزن على سيرفرات شركات كبيرة تستطيع الحماية والصيانة بشكل مختلف. أشكرك جدا يا أستاذ عز الدين. بالفعل زي ما حضراتكم قلتم. طيب تعالوا أما نشوف بقى حضراتكم استخدمتوا إيه في عملية البحث. احد محركات البحث. يبقى اذا احنا بنستخدم التطبيقات العمليه اللي احنا قمنا بيها، يبقى اي مشكله عندي عايز اوصل اليها اقدر استخدم محركات البحث. طريقه اكاديميه عايز اوصل لبحث علمي معين اقدر استخدم جوجل سكولر. عايز ابدا اتواصل مع المتدرب يا اما من خلال الفصل الافتراضي زي اللي احنا شغالين عليه دلوقتي، او اقدر بعد المحاضرات اقدر اتواصل معاه عبر البريد الالكتروني. فاذا احنا استخدمنا استراتيجيه من استراتيجية التعلم بالاكتشاف في ان انا ابدا ابحث عن مصطلح معين، من خلال البحث على مصطلح معين ده هو قدرنا ان انا ابدا استخدم التقنيات او المهارات اللي احنا خدناها في المحاضرات السابقه للوصول الى المعرفه الجديده. طيب خلينا نعرض الفيديو ده، حضراتكم ممكن تشاهدوه. بيتكلم عن جوجل درايف. معذرة أنا أرسلت أكثر من مرة، هو نفس اللينك يعني لو دخلنا عليه ضغطنا عليه هيبدأ يفتح لي صفحة الإنترنت. أنا هبدأ أشغل الفيديو من عندي، اللي يحب يشاهد الشاشة معايا. ملاحظة بسيطة بس يا جماعة، عشان أنا أدخل من نفس الأبليكيشن ونفس الخطوة السابقة لازم أكون أنا دخلت قبل كده لحساب جوجل درايف. لازم اكون انا دخلت قبل كده لحساب جوجل درايف وبدات اقول له احفظ لي اعدادات الدخول باليوزر نيم والباسورد. اوكي، لو انا ما دخلتش هيبدا وانا ضغطت على ديت من خلال الصفحه الرئيسيه www.google.com وضغطت على العلامه ديت، او ضغطت على حاجه اسمها جوجل درايف، او لقيت حاجه اسمها درايف اعلى الشاشه من اقصى اليمين لو انا دخلت على الموقع الرئيسي لجوجل، هيبدا يحولني لجوجل درايف ديت وهيطلب مني اليوزر نيم والباسورد. صوت بيقطع كده عند الجميع ولا في عند الاستاذ اشرف بس؟ هنا الخطوه دي لو انا بضغط على عايز اثبت جوجل درايف او الشورت كات اللي هو الخاص الفولدر اللي انا اقدر من خلاله بعمل لينك بيني وبين اللي انا بقدر اعمل لينك بيني وبين الجوجل درايف اللي هو الرئيسي اللي موجود على شبكه الانترنت. اتفقنا؟ يبقى هو بيديني نسخه من المستندات دي على الجهاز سطح المكتب بتاعي في حاله ان انا سطبت جوجل درايف. بضغط من هنا وبعد كده اضغط عمليه تثبيت، بيبدا يديني عمليه تحميل او الداونلود. الاستاذ اشرف يحاول يعمل ريفريش، يا ريت الدعم بس يساعده في الناس تحاول تمشي معايا نفس الخطوات دي، لان هنتعامل على بعض الجزئيات دلوقتي هنبدا اطلبها منهم بعد انقضاء المحاضره مباشره.
يعني دلوقتي اللي مش مسطب جوجل درايف او عايز يسطبه بعد المحاضره، ممكن الخطوه دي نتجاهلها شويه دلوقتي، لكن في بعض الخطوات هنبدا نطلب من الناس ان هي تتفاعل معايا في تنفيذها. يعني انا دلوقتي بشرح فيديو بتشاهدوه من خلال الشاشه معايا، وفي بعض الناس التانية بتبدا تشاهد الفيديو لو عندهم السرعه تسمح ان هم يقدروا يشاهدوه. طيب بالنسبه يا جماعه الناس اللي هي الصوت بيقطع، لان انا مشغل فيديو مش انا اللي بشرح دلوقتي، انا بعمل تعليقات بس على الفيديو اللي انا بشرحه. الفيديو الرئيسي عند حضرتك في اللينكات، اللي عنده سرعه نت كويسه يبدا يشاهد الفيديو من خلال اللينك اللي انا بعته دلوقتي، بيشرح ازاي اقدر ادخل بعض الملفات على جوجل درايف. باخد اي ملف كوبي وابدا احطه او اسحبه. بس الاولاني دلوقتي فيديو اضافي يعتبر هو اهم جزئيه اقدر من خلالها اتواصل مع الاخرين في عمليه التعلم. سواء طيب دلوقتي انا هبعت لحضراتكم لينك كمان اضافي اقدر من خلاله ازاي اعرف انشئ استبيان الكتروني. عشان انشئ استبيان الكتروني تمام، اشكركم. طيب اللينك اللي انا بعته دلوقتي يا ريت الناس تشاهده، نشوف ازاي اقدر انشئ استبيان او اختبار الكتروني. ممتاز، انا هبدا اعرضه عندي من على السكرين شير. يعتبر من اكبر الفيديوهات، لان انا قلت بحاول من خلاله ان انا اوصل فكره معينه ازاي اقدر اعمل اختبار الكتروني، ازاي اقدر انفذه في توقيت معين، وازاي اقدر انهيه في توقيت معين. الخطوات البسيطه بتاعته هو بمجرد الضغط على انشاء واختيار فورم بيبدا يديله الشكل اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي ده. ببدأ من خلال الصفحة الرئيسية اللي هو الجزء الأولاني من الاختبار. أنا هحاول أعلق أنا بصوتي. الـ هنا بيبدأ يحط العنوان الرئيسي للاختبار، في أسفل منه في مربع صغير لو ضغطت عليه هيفتح له مربع نص تاني يقدر يعمل وصف من اسمه، اسم المقصود عنوان السؤال اللي هو السؤال اللي أنا عايز أطرحه، بكتب نصه في المربع النص ده. نوع السؤال ده نمط الإجابة هيبقى عبارة، الإجابة بتاعت حضرتك هتبقى عبارة عن نص ولا مربع اكبر شويه فقره، ولا عباره عن اختيار متعدد، ولا عباره عن ايه. لو تم الاجابه في الجزئيه البسيطه دي اسمه السؤال المطلوب، يعني في المربع الصغير ده لو انا عملت عليه تشيك صح يعني زي ما هو موجود دلوقتي، يبقى اذا بس لازم ان هو يجيب على الجزئيه دي. في المكان مؤشر الماوس حفظه خلاص، يعني قلنا تم عليه، ببدأ من هنا اقدر افتحه مره تانيه عشان اعدل. تكرار لو انا عايز نفس نص السؤال ده هو اعمل له عمليه تكرار مره تانيه وابدا اعدل في عنوان الرئيسي للسؤال. والعلامه اللي بعديها هي علامه الحذف. هنا بمجرد ان انا ضغطت على علامه تم. طيب بما ان الصوت بيقطع يبقى اعتقد الافضل للناس ان هي تحاول تشاهد الفيديو من قنواتهم الخاصه. هنا انا هنا بدات اعمل ده مربع نص، الاسم ورقم الجلوس والايميل، بمجرد ان هو وجود عليه علامه حمراء كده يبقى اذا مش هيقدر المتدرب او الدارس يقدر ينتقل من المكان ده لمكان تاني إلا إذا عمل إلا إذا كتب شيء في مربع النص ده. طيب أنا ده يعتبر الصفحة الأولانية. في أغلب الأحيان الاختبارات بتاعتي بتبقى عبارة عن إيه؟ صفحة رئيسية الطالب بيكتب فيها الاسم ورقم الجلوس ورقم مثلا أي البيانات الخاصة بيه. دي تعتبر الصفحة الرئيسية الخاصة بي في الاختبار. طب تعالى أما نشوف إزاي أقدر أدرج، ازاي اقدر ادرج او بضيف عنصر جديد. هنعرف ازاي دلوقتي من ضمن العناصر دي. من ضمن العناصر ديت فاصل صفحه. فاصل صفحه هنا بيقول لي الصفحه الثانيه انت عايزها ايه؟
اسمها ايه؟ اه ده مثلا الصفحه الرئيسيه دي، هنا اسميها بقى ايه؟ نصوص الاختبار او الاختبار نفسه. يبقى هو دلوقتي سمى لي اسم الصفحه الثانيه الاخراج، الاجابه بتاعتي هيديني نمطين للاجابه، النص المساعده ده همسحه طبعا، هبدا اكتب في الاختيار من المتعدد هنا، هقول له الاجابه الاولانيه هتبقى نعم والاجابه الثانيه هتبقى لا، وببدا اقول له تمام. لو انا حبيت ان انا احمل، الناس معايا كده، يبقى انا دلوقتي في الصفحه الثانيه ادركت سؤال اختيار من متعدد، وعرفت ازاي بقدر ادرج سؤال عباره عن نص او مربع نص. في الخطوه التاليه هعرف ازاي اقدر ادرج اختبار، او اقدر ادرج نص سؤال عباره عن صوره. يعني اعتقد اقدر ادرك كمان حاجه اعلى من كده كمان. من مميزات الاختبارات الالكترونيه ان هي بتقدر تتيح لي امكانيات غير موجوده في الاختبارات العاديه. يعني اعتقد نادر جدا ان يبقى في الاختبارات العاديه في اسئله فيها صور. طيب عمرنا شفنا، ممكن اكون شفت اسئله فيها بعض الصور، لكن هل انا شفت اسئله فيها فيديو؟ دي اعتقد مش موجوده. اقدر ان انا من خلال الاختبارات الالكترونيه ان اقدر ادرج فيديو داخل الاختبار، اقول للطالب مثلا شاهد الفيديو ده وابدا علق لي عليه وهكذا، اقول له تكرار للسؤال ده، او ابدا اقول له ضيف لي عنصر جديد، هيبدا يضيف عنصر جديد، هيبدا يضيف صوره، وابدا اجيب الصوره ديت يا اما نحملها من على الجهاز او من يو ار ال او التقاط صوره مباشره او البومات او من جوجل درايف او البحث لو انا مخزن حاجه على جوجل درايف، او البحث على شبكه الانترنت. انا ببحث عن صوره دلوقتي على الجهاز، مش لاقي صوره على الجهاز، فابدا اقول له ابحث لي على شبكه الانترنت، وابدا اقول له كتابه الصوره اللي انا عايز ابحث عنها، واحدد على الصوره واقول له تحديد، وابدا ادرك دلوقتي بدأ يرفع لي الصورة. لو أنا عايز أدي عنوان للصورة مفيش مشكلة، عايز أصغر وأكبر حجم الصورة دي أبدأ أصغر وأكبر زي ما أنا عايز من أحد الجوانب بالسحب والإفلات. لو انا عايز اغير الصوره اقدر اغيرها او اضيف صوره جديده. هنا هبدا اعمل اجابه للسؤال ده. السؤال عباره عن صوره، انا شفت صوره هبدا احط نص للصوره دي او السؤال بتاع الصوره، الشاشه وحده من وحدات، وابدا احط نمط الاجابه بتاعي مثلا ادخال او اخراج او ادخال واخراج مع بعض. خلي بال حضراتكم ان السؤال الاولاني كان اختيار من متعدد، اختيار واحد بس، لكن اجابه السؤال الثاني كان عبارة عن ايه؟ مربعات اختيار، يبقى ده اختيار متعدد والتالي ليه كان عبارة عن مربعات اختيار. هنا بقدر اعمل تعقيب للاختبار بتاعي ده، اقدر اعمل تعقيب للسؤال بتاعي ان في بعد ما ادركت، وانا عايز ادرك اسئله تاني بقول له اضافه عنصر في الاخير هنا، اقدر ان انا اعمل تعقيب بعد ان الطالب بيبدا يجاوب على الاسئله الماضيه كلها ويعمل ارسال للنموذج او للاجابه. بقدر من خلال صفحه التاكد ديت ان انا اقدر اكتب نص نهائي اشكره مثلا على الاجابه على الاختبار، واطمئنه ان الاجابه ان شاء الله هتبقى سليمه، او ان سيتم الرد بسرعة على هذا الاختبار. هنا بيديني بعض الروابط أسفل، عرض رابط لإرسال رد آخر لو في، أنا أقدر في بعد الإرسال النموذج ده لو هو عايز شخص تاني عايز يرد ببدأ أديله نفس الرابط أسفله. هنبدأ نجرب الحاجات ديت دلوقتي، هبدأ أشير لكم الاختبار أو الاستبيان دهوت ونبدأ نشوف. خلونا نرجع للمنصة تاني. أنا
هبدأ أشير لكم دلوقتي الاختبار. ده شكل الاختبار اللي أنا أرسلته. الناس كده سامعيني تمام؟ أوكي. طيب ده رابط الاختبار، يا ريت الناس تجاوب عليه دلوقتي. وبالفعل ظهر لي هنا ان تم 8 ردود. طيب انا هكتفي دلوقتي بالردود اللي وصلت، ودلوقتي انا عايز الناس مرة تانية تبدأ تجاوب على الاختبار، تدخل على نفس اللينك تاني. بالنسبة لمكان الجلوس اي رقم مش هتفرق. الناس تبدأ تدخل على الاختبار تاني، تقفله وتبدأ تفتحه تاني. يا ريت بس اسمع استجابات، يعني الناس تقول لي مثلا الاختبار شغال، الناس اللي هي فاتحاه وشغال عليه بتبدأ تعمل وصلت سبميت او ارسال، ما قدرتش تعمل الارسال، في ناس واقفة دلوقتي، في ناس دخلت عليه لقيته مقفول كده، يعني يا ريت الناس تجاوبني. تمام. ممتاز. طيب ارسل لنا يا استاذ اشرف، والاستاذه داليا تبدا ترسل، والاستاذه غاده بتقول لم يفتح، والاستاذ عبد الله النمر بيقول يا باشا الصوت بيقطع. طيب يا ريت حد بس ياكد لنا ان الصوت بيقطع ولا لا. أرجو بس يا أستاذ، يا ريت الدعم بس يحاول يديله إشارات على الحاجات اللي ممكن يعملها عنده على أساس الصوت يبقى تمام، إن هو يقفل سكاي، يقفل الشات، أي موقع للشات، يقفل أي متصفحات تانية غير اللي هو شغال عليها. طيب بطلب بس من الناس أنا يدخلوا على اللينك مرة تانية. اللينك الأخير خلاص يقفلوا الصفحة، الناس اللي أرسلت الإجابات تمام، يبدأ يقفل الصفحة اللي هي بتاع الاختبار، يبدأ يدخل على اللينك اللي أنا لسه بعته، هو نفس اللينك على فكرة، لو هو مع اللينك التاني واخده كوبي يبدأ يدخل عليه بيست تاني على المتصفح. تمام، هتوصل لحضرتك دلوقتي، أنا هعمل حاجات دلوقتي هقدر أخليها توصل لحضرتك. طيب انا بمجرد ان حضرتك بتفتح الاختبار مرة تانية، او اي حد بيفتح الاختبار يقول لي ايه اللي هو شافه في الاختبار جديد، يقول لي في تغيير او في تجديد في الاختبار ولا لا. ممتاز، يعني هو دلوقتي بيقول ان ما يسمحش لحضراتكم ان انتوا تردوا. ممتاز. طيب بمجرد ان حضرتك بتحاول تتصل بملك الاستبيان ده، هو بيبعت لي رساله اقدر اديك صلاحيه ان حضرتك تشتغل عليه ولا لا. طب هقول لحضراتكم على جزئيه ثانيه، نفس اللينك ده، هو نفس اللينك اللي حضرتك لسه داخل عليه، هقدر ان انا افتحه لك مره ثانيه. يعني تقدر دلوقتي حضرتك تقدر دلوقتي تخش على نفس الرابط مره ثانيه، نفس الرابط القديم ده اللي انا لسه اخر رابط انا مديهولك. يعني اقدر ادخل البيانات تاني صح كده؟ طيب انا هحاول ان انا اعمل لكم سكرين شير عشان تبداوا تشوفوا انا بعمل ايه، فمعلش لو الصوت بيقطع نحاول بقدر الامكان نسمع ايه اللي انا بعمله في الـ
او تحاول تشوف مؤشر الماوس معايا ماشي ازاي، اوكي، عشان تشوفوا ازاي اقدر عشان اخلي الاختبار بتاعي. انا ممكن ادي الرابط للطلبه، يعني لو انا عايز اعمل اختبار للطلبه في توقيت معين ابدا اديهم اللينك الخاص بالاختبار ده قبلها بيوم باتنين بتلاته باسبوع حتى، وانا الاختبار عندي على الحوسبه بتاعتي او على جوجل درايف بتاعي، اقدر ان انا افتح لهم الاختبار ده هوت لمده مثلا، اقول لهم يا جماعه ان احنا هنعمل الاختبار ده هوت في توقيت اونلاين في الساعه مثلا 10 يوم كذا الساعه كذا بتاريخ كذا، يبدا يخش كل الطلبه من اي جهاز او من اي موبايل او من اي تابلت، يقدر يخش على نفس الرابط يبدا يحل الاختبار في نص ساعه، بعد نص ساعه اقدر اقفل الاختبار مره ثانيه. طب خلونا نشوف الحاجات ديت انا اقدر اعملها ازاي بنفس الرابط. انا هديكم نفس الرابط ده، اي حاجه انا هبدا اجري عليها تعديل عندي هتظهر عند حضراتكم، فهتبدا تطبق على بناء على الحاجه اللي انا عملتها دي، وتقول لي في الشات ايه اللي بيحصل. لو حتى حضرتك مش سامع هبدا انا اطبق عندي زي ما حضرتك هتبقى شايف على المؤشر الماوس بتاعي، تمام، عشان الناس بس تنتبه معايا. انا هبدا اطبق عندي جزئيات على الاستبيان او على الاختبار، حضرتك هتبقى شايف مؤشر الماوس حتى لو مش سامع، هتبدا تقول لي في الشات ايه الجديد اللي حصل عند حضرتك. الناس كده كلها شايفه الشاشه سكرين شير، ده شكل الاختبار اللي عندي، ده شكل النموذج بعد ما انشاته، تمام. العنوان الرئيسي الخاص بالاختبار، انشات اللي هو السؤال الاولاني اقدر اعدل فيه بمجرد الضغط عليه او اقول له تم. ده شكل النموذج بتاعي، دي الصفحه الاولانيه اللي فيها الاسم ورقم الجلوس والايميل. الصفحة الثانية عبارة عن الاختبار اللي هي هل الشاشة من وحدات الإدخال ولا الإخراج؟ وحدة من وحدات الإخراج أقول له نعم أو لا، الشاشة وحدة إدخال ولا إخراج ولا الاثنين مع بعض؟ أعلم على الاثنين مع بعض، وبعد كده زي ما حضراتكم شايفين. طيب لو أنا عايز أعرض ده في حالة التصميم، يعني أنا دلوقتي جوه صفحة التصميم وعرفت إزاي بقدر أدخل لصفحة التصميم ديت من خلال جوجل درايف. لو انا عايز اعرض النموذج ده بحيث ان الطلبه تاخد الرابط بتاعي، بقول له عرض النموذج المباشر، ببدا اخده من هنا او اخد كليك يمين وانت، يبقى بمجرد ثاني اقول له عرض النموذج المباشر بيبدا يفتحه لي في صفحه جديده. ده شكل النموذج اللي انا وصلت اليه، تمام كده يا جماعه، ده شكل الايه النموذج اهو. ببدا اسجل الاسم ورقم الجلوس، هنا في رقم الجلوس بيديني اختيار ثاني، يعني لو كتبت له مثلا 3000، ليه انا بقول هنا تمام؟ لان البريد الالكتروني هو اللي من خلاله هقدر ارسل لحضرتك الاجابه، يعني من خلال الخطه تعمل برنامج من خلاله هتقدر ترسل ردود للاشخاص دول، يبعت له الدرجه بتاعته يقول له انت حضرتك نجحت ولا ايه. بالنسبة لرقم الجلوس يا أستاذ أشرف، بتكتب أي رقم، أي رقم حضرتك عايز تكتبه اكتبه. أنا حبيت بس أحط رقم الجلوس كأنه اختبار حقيقي يعني. طبعًا ما هو صح إن حضرتك لو أنت بتعمل اختبار حقيقي إن كل طالب ليه رقم معين عشان يسهل التواصل إلى الطالب ده. ممكن اسماء تتشابه لكن الارقام مش هتتشابه لو انا وضعت لكل طالب اختبار. طيب ده شكل الاختبار بتاعي بعد الـ الانشاء وبعد. طيب يا وابدا ابعت له الايميل. خلاص انا بعت وبقول له متابعه وبعد كده المستخدمين العاديين. انا هنا كده في صفحه ايه التصميم، طيب انا حبيت اوقف الرد زي ما انا عملت قبل كده، بقول له باجي هنا من الردود واقول له قبول الرد. دي قبول الرد بمعنى ان انا اضغط عليه يبقى انا بوقف عمليه
قبول للرد، بوقف عملية قبول طيب هحاول اكتب لكم. طيب يبقى اذا الناس تحاول تجاوبني بس تدخل على اللينك، اللينك يكون واخده حضرتك كوبي وبيست، كوبي اول ما اقول لحضرتك تنفذ الامر هنا حضرتك بتبدا تجرب التنفيذ الامر ده عندك. يعني انا دلوقتي ضغطت على الردود وقلت له قبول الردود، فهم ده يدينا الرساله دي لم يعد نموذج النموذج اختبار الكمبيوتر يقبل الردود، واتصل بصاحب او بمالك النموذج ده. لو انا قلت له عرض النموذج هيبدا يعرض لي بنفس الشكل ده، هو ده نفس الشكل اللي هيظهر عند حضراتكم. الناس تقول لي الشكل شغال ولا مش شغال؟ النموذج نفسه شغال ولا مش شغال؟ مفيش مشكلة، أنا أقدر أعمل الجزئيات دي كلها يا أستاذ أشرف، حضرتك هتبدأ تعملها في الفورم. الناس بس تحاول تتابع معايا، والجزئيات الإضافية ديت هجاوب عليها في آخر المحاضرة. يعني ازاي اقدر ابدله برقم سري، ازاي اقدر اخليه ارقام، ازاي اقدر اخليه حروف، ازاي اقدر اعمل الحاجات دي كلها هنستبدلها، اقدر اجاوب عليها في نهايه المحاضره. الناس بس تحاول تركز معايا في اللي انا بقوله. دلوقتي انا قفلت، عملت عمليه قفلت الاستبيان، ازاي جينا من ردود، في حد بيقول لي لا يقبل، وقمت اعمل له قبول الردود، فهمت ازاي الرساله دي. طب هفتحه لكم تاني، الناس تكون بس جربت المره الاوليه. تمام، هبدا دلوقتي اشغل الردود تاني من الردود، واقول له عدم قبول الردود، يعني شيل عدم قبول الردود دي، هيبدا يشتغل الاستبيان معايا مره تانيه. يبقى حضراتكم دلوقتي هتدخل على الاستبيان على الرابط، نفس الرابط هتلاقيه شغال. خلينا ناخد بعض الاوبشن السريعه كده وحضراتكم تشوفوها على اساس وقت المحاضره اوشك على الانتهاء، عشان نقدر نحاول نجاوب على بعض الاسئله ونشوف ازاي اقدر اعمل عمليه رد للاستبيان ده. دلوقتي اشتغل لان انا رجعت شغلته مره تانية يا استاذ اشرف، ممتاز. طيب خلينا نشوف بعض الجزئيات التانية. انا قلت له هنا اظهار شريط التقدم اسفل صفحات النموذج، قمت جاي ضغط عليها. حضرتك معلش هتحاول تجاوب لي على الاختبار مره تانية، واقول لك عرض النموذج هو نفس اللينك اللي حضرتك خليته، قلت له الايميل اي حاجه بس هيبدا. لو حضراتكم شايفين معايا السكرين شير، انا دلوقتي بحاول اجاوب بسرعه على الاختبار عشان اشوف مع حضراتكم ايه اللي بيحصل. بعد كده اقول له ارسال. في شريط جديد ظهر تحت اهو بيقول انشاء نموذج خاص بك. تمام، مطرح ما انا شايفين ايدي كده اداني لينك هايبر لينك جديد. ان ازاي بقى، يعني المرات السابقه ما كانش بيديني الهايبر لينك ده، يعني لو انا ضغطت عليه ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يفتح لي النموذج الجديد، ما احطش الجزئيه ديت او احطها على حسب ما انا محتاج داخل الاستبيان بتاعي. السماح برد واحد، طب انا هجرب السماح برد واحد وابدا حضراتكم تبداوا تشتغلوا مره ثانيه. يا استاذ عماد ممكن حضرتك تعمل ريفريش للبراوزر او تاخد تشتغل على براوزر موزيلا فايرفوكس. يا ريت الداعي بس يحاول يساعده ان هو يديله الجافا او يديله اللينكات الخاصه بالجافا او الفلاش، او الاستاذ عماد يحاول يسطب اخر اصدار من جوجل كروم او الموزيلا فايرفوكس.
تمام، بعد ما حضرتك سجلت الدخول هتفتح نفس، خد اللينك تاني مرة، مرة تانية خد اللينك واعمله بيست تاني في البراوزر من فوق، تمام، وابدأ قول له انتر. ايه اللي هيحصل؟ طيب خليكم معايا كده يا شباب، انا خدت اللينك مرة تانية كمان بعد ما جاوبت المرة دي وقلت له انتر. ايه اللي حصل؟ الناس متابعة معايا على الشاشة بتاعتي؟ انا خدت اللينك تاني، انا جاوبت لسه مجاوب حالا، لكن انا فعلت خاصية في الاستبيان السماح برد واحد فقط، فانا خدت الكوبي اللي هو بتاع الشير بتاع البريد وعملت كنترول وفي وعملت انتر. لو كل الناس بعد ما جاوبت رجعت جاوبت مرة تانية دلوقتي هيديله نفس الرسالة دي، يقول له لقد ساهمت بالرد من قبل. يمكن الجزئية دي بعض ممكن يحاول يخترقها، ان هو يحاول يستخدم براوزر تاني، يستخدم جهاز تاني، تمام؟ في روني بتقول لي ظاهر الصفحة الأولى. ما هو ظاهر الصفحة الأولى يا أستاذة روني ممكن حضرتك تجاوب عليه دلوقتي. تمام، بعد ما تجاوبي عليه دلوقتي، لان احنا لسه مفعلين الخاصيه دي دلوقتي حالا، تمام، هتجاوبي، هتاخدي اللينك بعد ما تجاوبي عليه وتعملي ارسال، تقدري تبعتي مره ثانيه، تحطي اللينك مره ثانيه وتدخلي عليه، هيقول لك لا انت ليس لك الاحقيه ان انت تقدري تردي مره ثانيه. حضرتك يا استاذ اشرف هتجاوب عليه دلوقتي وبتبدا مره ثانيه، بعد ما تجاوب عليه هتيجي تخش عليه ثاني هيقول لك لا. ما انا لسه عاملها قدام حضراتكم دلوقتي على السكرين شير، واداني الرساله دي، خدت نفس اللينك كنترول وفي وعملت له انتر، ما دخلنيش على الاختبار، بيقول لي لقد ساهمت بالرد من قبل. اتفقنا؟ استاذه روني برضك ايه تقريبا جربت والموضوع تم معاه، والاستاذه فردوس كمان. طيب خلينا نشوف بعض الاختيارات الاضافيه. على فكره يا جماعه الحاجات دي يمكن انا ما شرحتهاش في الفيديوهات، فالناس تحاول تتابع معايا فيها. الترتيب العشوائي للاسئله، انا هشيل بقى السماح برد واحد ديت عشان الناس تقدر تخش على اللينكات مره ثانيه. تمام يا استاذ اشرف، انا هشيل السماح برد واحد دي كانت موجوده صح، هشيلها وابدا اقول له دخلني على الرابط مره ثانيه، هبدا دلوقتي نفس الرابط اهو اللي كنترول بي وانتر. ايه اللي حصل؟ فتح معايا الرابط مره ثانيه واقدر ان انا هدخل الـ البيانات دي. ناس تحاول تدخل كده وتقول لي ايه اللي حصل؟ لو حضراتكم هتبقوا شايفين معايا على الشاشه ان رقم الجلوس ظهر لي قبل الايميل وقبل الاسم، ان الاسم ظهر في الاخر خالص. دي انا بستخدمها في حاله واحده، لو انا عندي مثلا معمل كمبيوتر معايا كده يا جماعه، لو انا عندي مثلا معمل كمبيوتر والاختبار هيتم داخل المعمل ده، لتلاشي جزئيه ان الطلبه تبدا تغش مع بعضيها، السؤال الاولاني الف والسؤال الثاني ب والسؤال الثالث ج ويبدا كله يجيب 100 من 100 في نفس الاختبار، انا ببدا افعل الخاصيه دي، الخاصيه اللي هي الترتيب العشوائي للاسئله. الترتيب العشوائي للاسئله ببدا من خلالها ان الاسئله بتاعتي بيتم ترتيبها ترتيب عشوائي، بحيث ان مش كل الناس تبدا عارفه ان السؤال الاولاني هتاخد الف والسؤال الثاني هتاخد ب، فبيبدا هو السؤال مثلا النموذج او الامتحان انا عايز اعمل فيه 50 سؤال، ممكن يجيب لي الاولاني في الاخير والاخير في النص واللي في النص في الاول، بيبدا يعمل لي عمليها عمليه ترتيب عشوائي بحيث يصعب على الطلبه ان هي تبدا تغش من بعض. الناس كده سامعاني؟ الناس لو سامعه ومتابعه معايا تكتب واحد مثلا. طيب ناخد برضك نحاول هشرح الجزئيه ديت واشوف الناس هتقدر تستوعب معايا ان احنا نبدا نشرح ازاي اعمل عمليه رد الي وازاي اقدر اسيره على البريد الالكتروني. خلينا نرجع للاختبار. اوكي مفيش مشكله. اشكر حضرتك يا استاذ اسلام. طيب
خلونا دلوقتي بعد الترتيبات الأولانية اللي فوق دي احنا جربناها، خلونا نجرب بقى اللي تحت. حضراتكم رديتوا قبل كده، تمام؟ أنا هقول له عرض رابط لإرسال رد آخر. يبقى هقول له دلوقتي، هقول له هتقدروا حضراتكم تخشوا على نفس اللينك وأنا هدخل معاكم. أبدأ أكتب بريد إلكتروني، الاسم تاني والإيميل، وأقول له رقم الجلوس، وأقول له متابعة، بعد كده أقول له أرسل. ايه اللي حصل؟ ضاف لي هنا جزئيه جديده اسمها الرد، ارسال رد اخر. ارسال رد اخر دي لا اقدر من خلالها اللي انا كنت بتكلم عليها قبل كده، لان انا اقدر لو حد جنبي ان هو يقدر ايه يرسل نموذج تاني، او ان انا بنفسي اقدر مثلا ادخل اجاوب مره تانيه. طبعا لو صياغه الاختبار او صياغه الاستبيان محتاجه ان اللي انا بقول عليه ده، يعني لو صياغه الاستبيان او الاختبار محتاج ان الشخص يدخل مرتين ورا بعض مثلا او 3 مرات او كده، ببدا اتيح له الجزئيه دي. طيب خلينا نرجع تاني لتصميم الاختبار. نبدا نشغل الجزئيه ديت وابدا اشوف ايه اللي هيحصل. اقول له عرض او من غير عرض، كان انا مستخدم عادي جدا ومعايا النموذج، وببدا اخد كنترول وفي وابدا ادخل عليه مره ثانيه. اكتب الايميل، الاسم، رقم الجلوس. بلاحظ ان كل مره هو بيعمل ايه؟ بيحاول يعدل لي فيهم، الايميل الاول، بعد كده الاسم، بعد كده رقم الجلوس. ممكن يعدل لان انا مشغل عن خاصيه الترتيب العشوائي للاسئله. ببدأ أجاوب على الاختبار. وأبدأ أرسم. لاحظتوا حضراتكم إن في هنا إيه بيديني لينك إضافي للاطلاع على الردود السابقة. الناس معايا؟ الناس معايا. طيب لو أنا قلت له اطلاع على الردود السابقة إيه اللي هيحصل؟ لو انا اضفت للمستخدم ان هو يقدر يطلع على الردود. ايه اللي حصل؟ قال لي ان الاسماء اللي دخلت، الاسماء اللي دخلت معايا ابو عمر، غزلان، اشرف، حسنين، حسن علي، محمدين، محمد، فلان. ابدا شايفين حضراتكم كل ده، كل دي اشخاص ايه دخلوا الاختبار معايا. ببدا اطلع على ارقام الجلوس بتاعتهم. لو انا عندي الاختبار معايا دهوت، لو الاختبار اللي معايا انا عايز ابدا اطلع الاخرين على كل حاجه بتحصل معايا، يعني الطالب بعد ما بيدخل انا عايز اخليه يطلع على مين اللي جاوب ومين اللي ما جاوبش، والايميلات بتاع الاصدقاء وكل الحاجات ديت. لو انا في مثلا امكانيه او في نمط لبعض الاختبارات بيسمح الجزئيات دي والايميلات بتاع الاشخاص اللي دخلهم، هنا هبدا اشوف تحليل لنتيجه الاختبار. الاختبار بتاعي عباره عن ايه؟ عباره عن سؤالين. السؤال الاولاني بنسبه 96% منهم جاوب عليه بنعم، و1% بس او 4% اسف اللي هو شخص واحد جاوب عليه بلا. طب تعال نشوف السؤال الثاني. نسبه كبيره جاوبت او بنسبه 100% من الاشخاص جاوبهم على ان هي شاشه واحده من وحدات الاخراج، ونسبه صغيره جاوبت على ادخال واخراج اللي هم 44%. تمام؟ بيبدا يديني هنا عدد الردود اليوميه، بيقول ان في اليوم الفلاني هنا نسبه كبيره جدا من الاشخاص جاوبت عليه، في الايام السابقه هنا مفيش، في الايام اللي قبليها كانت نسبه بسيطه.
وهكذا. ارجع تاني للتصميم، لو انا عايز اقفل ده اقفله، ارجع للتصميم مرة تانية، ابدأ اجرب اخر لينك عندي تحت، السماح للمجيبين بتعديل الردود، هبدأ انشطه واقول له ادخل انا بنفسي على الاختبار مرة تانية، كنترول V واقول له انتر. تعال اما نجرب بقى رقم الجلوس هنا، يقول ان هو لازم يكون ارقام الايميل. لو انا دخلت البيانات بتاعتي متطابقه للي انا عملته قبل كده، يعني لو في حد فاكر ان البيانات بتاعته مثلا دخلها متطابقه، لو في شخص معين متذكر يبدا يجرب معانا الجزئيه دي. اقول له متابعة، حتى الأسئلة بتاع الاختبارات بدأت تجيب لي شاشة واحدة ولا لأ؟ إيه اللي حصل في الآخر؟ بدأ يضيف اللينك إضافي كمان إن هو تعديل الإجابة، يعني نفس الإجابة بتاعتي أقدر أخش عليها مرة تانية وابدا اعدل في الاجابات بتاعته. طبعا ده بيسمح لو انا عامل استبيان، لكن اعتقد في الاختبارات بتبقى صعبه شويه، حتى بيدخلني على نفس البيانات بتاعتي، بيقول لي انت اخر حاجه انت مدخلها رقم جلوس 55 والايميل كذا والاسم كذا، واقول له متابعه، هيبدا يدخلني عليها، هو اللي كتبها لي مباشره، فيبدا يدخلني على الاختبار عشان ابدا ادخل البيانات مره ثانيه، او لو انا عايز ابدا اعدل في الارقام دي ابدا اعدل، او لو انا عايز املا رد جديد اقدر ارد. ده باختصار لعمليه استخدام او انشاء اختبار الكتروني. خلينا نروح للفيديو كده سريعا، نشوف الفيديو كان بيكمل شرح ايه. الفيديو هنا كان بيشرح لي برضك نفس الجزئيات دي، ازاي ابدأ انفذ الجزئيات دي. خلينا نشوف جزئية دلوقتي، جزئية الشير، ازاي اقدر ارسل النموذج الاختبار بتاعي دهوت لبعض الاشخاص الاخرين يتشاركوا فيه معايا. دلوقتي انا حضراتكم حد هيكتب لي البريد الالكتروني، او انا هاخد من الردود بعض البريد الالكتروني، وحضراتكم هتلاقوا الاجابات مختلفه، الناس اللي هي شغاله معايا هيلاقي الاجابات بتاعته مختلفه. طيب خلينا نروح للاختبار مره ثانيه. للاطلاع على ردود انا كصاحب او مالك الاستبيان او ليا صلاحيه في تعديل خصائص هذا الاستبيان، ادخل على عرض الردود. لما دخلت على عرض الردود لقيت نسبة كبيرة جدا من حضراتكم مجاوبة على الاستبيان اللي أنا عامله. زي ما حضراتكم شايفين في محمد سلمان وإسماعيل ومحمدين وفلان، وكل دي أسماء رانيا مسعود ودينا ومحمد السيد وعبد الله النمر وداليا وأشرف وميم وعبد الله النمر، كل دي أسماء لسه مجاوبة على الاختبار. اللي حضراتكم لاحظينه دلوقتي ان بيظهر لي طابع الزمني ده، انا مش ضايفه اصلا في الاختبار، لكن هو هنا بيضيفه لي افتراضي، بيقول ان فلان ده دخل الساعه كذا ودخل اكتر من مره. يعني لو انا لاحظت نفس الاسم اهو، رانيا داخله برقم 15 وداخله قبليه، لا في حد تقريبا داخل بالرقم الثاني قبل كده. طيب انا عايزين نشوف حد داخل مرتين بنفس الرقم. رانيا هنا داخله برقم 200 ودخل الثاني برقم 200 مره ثانيه، والفرق التوقيت بينهم ده كان 9 و11 دقيقه، والثاني كان 9 و14 دقيقه و31 ثانيه. يبقى اذا هو بيعرض للتوقيت الزمني لدخول كل طالب. يعني فرضا ان الطالب قام جاي يتجاوب على الامتحان مرتين في نفس الوقت،
ابقى ظاهر قدامي ان الطالب ده دخل مرتين على الاختبار ولا لا. هنا بيظهر لي البريد الالكتروني للاشخاص، وهنا الاجابات بتاعت كل شخص من الاشخاص دي. مفيش مشكلة، أقدر حضراتكم دلوقتي المفروض أصلا بتجربوا دلوقتي، بعد ما أخلص الجزئية دي دلوقتي حضراتكم هتجربوا كل الجزئيات ديت، تمام؟ وهتلاقي في إمكانية إن حضرتك تبدأ تعمل مش 5 إجابات بس، تقدر تعمل 10 و20 زي ما حضرتك عايز، تقدر تعملها حتى في نظام شبكي هتقدر تضيفه دلوقتي من خلال الاستبيان. يعني أنا لو جيت مثلا على الاختبار وجيت في الاختبار من أسفل، اقدر اقول له اضافة عنصر، ومن اضافة عنصر اقول له شبكي. ومن شبكي هبدأ احط له عنوان الاختبار بتاعي، وابدأ احط في نظام الشبكة من تحت من هنا التسمية. الصف بتاعي هيبقى مثلا ايه، الصفوف من فوق هيبقى مثلا جيد وجيد جدا ورديء، اعملها لحضراتكم عملي. جيد، جيد جدا، ممتاز، سيء، وليكن دي بعض الإجابات. ده بالنسبة للصفوف. طب بالنسبة للعمود هبدأ أسأله بقى بنظام الأعمدة. بنظام الأعمدة أقول له مثلا السؤال الأولاني، لو أنا بعمل استبيان مثلا على الأسئلة، السؤال رقم 1، وأبدأ أخد نفس النص وأقول لهم السؤال رقم 2، أقول لهم السؤال رقم 3. هو أعتقد إن هو في جزئية في الإكسل ممكن أعرضها للناس الجماعة الباحثين بعد كده، إزاي بيعمل عملية تحليل إحصائي من خلال إكسل، من خلال شيت الاكسل، تمام؟ هقدر اعرضها لكم ان شاء الله في المحاضرات القادمة، او نكتفي بكده. السؤال التاني وابدا اقول له عرض، حضرتك تقدروا دلوقتي ده شكل ال معايا يا استاذي، معايا يا استاذ عبد الله، ده شكل الاختبار هيبقى معايا كده بنفس النص ده كده. لو انا عملت له عرض هيبقى السؤال الاولاني والسؤال الثاني والسؤال الثالث ونمط الاجابات بتاعته، جيد ولا جيد جدا ولا ممتاز. السؤال الاولاني هاخد مثلا كذا، اقول له مثلا عرض نموذج، ونفس النموذج انا ما عملتش اي حاجه، هاجي هنا اهوت واقول له كنترول وفي. وابدا ادخل الايميل ورقم الجلوس والاسم لقيت ان هو هنا بيديني بعض الاسئله، من ضمن الاسئله ديت ايه اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي، الـ الصف وعمود، واقدر اختاره من ضمنه الحاجات اللي حضراتكم شايفينها كده. السؤال الاولاني اجابته كذا، والسؤال الثاني جيد، والسؤال الثالث غير واضح، وهكذا. ده بالنسبه للرد على الاستاذ عبد الله. الأستاذة لبنى بتقول هل هو يغني عن برامج التحليل الإحصائي؟ ده أعتقد إن أنا جاوبت إن هو في خاصية في الإكسل اسمها إكسل أناليسيز، أو تحليل داخل شيت الإكسل، هبدأ أراجعها وأبدأ أعرضها على حضراتكم المرات القادمة. طيب أعمل لكم استبيان على السريع نشوف هنعرف نبدأ نعمل إزاي، أعمل عملية رد آلي للاختبارات ديت ولا لأ؟ في تحديد الإجابة. مش فاهم السؤال يا أستاذ أشرف. طيب أعتقد إن النسبة الأكبر إن الناس بتقول تكتفي، نكتفي بالقدر ده النهاردة، ويا ريت في استبيان هرفعه لحضراتكم دلوقتي.
برامج الفيديو، انا كنت عامل ملف فيه فيديوهات كتيره معذره على ان انا المرات السابقه ما حضرتش في مواعيد المحاضرات. تمام، لكن ان الفيديوهات يا ريت الناس اللي هي مش متابعه معانا من بدايه الكورس تبدا تشاهد تشاهد المحاضرات على اليوتيوب اللي رفعها أكاديمية الدارين، وهيلاقوا في الوصف المحاضرات العملي. لا، أنا عامل فيديوهات عملي الناس هتبدأ تتابعها وتبدأ تشوفها لتطبيق العمل. النهاردة دلوقتي هبدأ أعرض لحضراتكم الرابط للفيديو أو الاتنين فيديو اللي أنا عرضتهم، هبدأ أضيفه لحضراتكم النهاردة بالإضافة للاستبيان، يا ريت الناس تحاول تجاوب عليه. الاستبيان ده هو بيتطلب من حضرتك ان انت تعمل اختبار الكتروني، تمام، وهتديني الرابط بتاعه زي ما قلت لحضرتك. دلوقتي هتاخد الرابط، انا دلوقتي انشأت اختبار الكتروني، بعمل عملية عرض النموذج، باخد اللينك من فوق، يبقى لاجل عرض الردود بضغط على علامة عرض الردود. لو الناس مش شايفة او مش سامعة تبدأ تحاول تراسلنا على الشات. العرض الردود بضغط على عرض الردود، بيبدأ يعرض لي ان الردود في لينك جديد زي ما حضرتك شايفين. لو انا عايز اعرض النموذج ده هو للمعاينة، ببدأ اضغط من علامة عرض النموذج المباشر، ببدأ اعرضه لحضراتكم زي ما حضرتكم شايفين دلوقتي. ببدأ اخد اللينك ده هو زي ما حضرتكم شايفين هنا، ببدأ اخد اللينك ده كوبي وابدأ احطه على مواقع التواصل الاجتماعي، ابعته للطلبة عبر رسائل البريد الالكتروني او الى غير ذلك للاجابات عليه. طبعا ان انا لو خدت الرابط اللي جوه ده مش هيبدا يتفاعل معاه حد، لان هو ده رابط خاص بحضرتك في التعامل معاه، لكن الافضل ان حضرتك تعمل عرض النموذج وتبدا تعرضه زي ما حضرتك شايف كده. طيب لو انا عايز ادي صلاحيات، الناس متابعه معايا ولا مش متابعه؟ طيب لو انا عايز اشير النموذج ده هو لبعض الاشخاص ان هم يقدروا ليهم يكون ليهم صلاحيه ان هم التعديل، ان هم يقدروا يعدلهم على النموذج ده، هقول له ارسل لي النموذج. هقول له ارسل لي النموذج، ولاحظ من فوق من هنا ان ده نفس الرابط اللي هو بتاع المعاينه، الرابط ده هو نفس رابط المعاينه. لو الرابط ده طويل شويه زي ما حضراتكم شايفين، انا كنت بعته رابط طويل عايز اديله اختصار، بعمل عمليه بضغط على الاوبشن ده يبدا يديني اختصار للرابط، هو نفس الرابط لكن اقدر باخده هو بيعمل له عمليه اختصار تلقائي، او باخده على موقع اسمه goo.gle هيفتح لي لينك هقدر من خلاله اعمل اختصار للرابط ده. بس خلونا دلوقتي مع الافتراض ان هو بيقدر بضغط من المربع ده هيقدر يفتح لي النافذه دي، ده اختصار للرابط بتاع الاستبيان. لو انا عايز اضيف اشخاص هنا، وليكن انا هضيف شخص مثلا معين، البريد الالكتروني بتاعه بكتبه واضغط سلمان مثلا، وابدا احدد صلاحيات الشخص ده. دلوقتي الشخص ده هو هيبدا يرسل له نموذج من الاختبار ده، هو هيبدا يجاوب عليه. طب انا عايز اضيف له صلاحيه اعلى ان هو يقدر يعدل في النموذج، يعني يعدل في الشكل ده تاني، اهو عايزه يعدل في الاسئله، يبدا يغير في انماط الاسئله، يبدا يغير في الجزئيات دي، عايزه يعدل في الحاجات دي، اعمل ازاي؟ قلنا تاني من ارسال نموذج اقدر اختصر الرابط من هنا، اشيره على احد مواقع التواصل الاجتماعي من هنا بالضغط عليه، اكتب البريد الالكتروني هنا للشخص عايز ارسله اليه، باجي اضافه متعاونين، اضافه متعاونين هنا اقدر اخلي اشخاص اخرين ليهم صلاحيه في التعديل، اكتب هنا البريد الالكتروني بتاع الشخص، انا هحذف مثلا فلان واحذف فلان وابدا اضيفهم تاني مره من جديد. ابدا اضيف مثلا، هكتب مثلا بريد شخصي لشخص معين او اي شخص من حضراتكم، هكتب البريد بتاعه وابدا اديله الصلاحيه من هنا، اقول له ان الشخص دوت ممكن ليه صلاحيه ان هو يبدا يعدل في النموذج. في صلاحية أعلى من كده كمان؟ أي في صلاحية أعلى من كده، إن أنا بضرب بالتغيير أسمح للشخص ده إن هو يضيف أشخاص آخرين، يعني هو من عنده من اللينك بتاعه يقدر يضيف أشخاص زي ما أنا ضفت شخص دلوقتي
وقدرت ان انا اقدر اخليه. لو انا مش عايز يضيف ابدا اختار الاختيار الثاني واقول له حفظ، يبقى الشخص اللي انا ضفته دوت اللي هو سلمين 2010 واحد دوت هيبدا ان هو يبدا يعدل في النموذج، لكن مش هيقدر يضيف اشخاص. لو انا عايز يضيف اشخاص اخرين ابدا اقول له تغيير من هنا، من اسفل من تحت من هنا، تغيير من هنا، وبختار الاختيار الاولاني. لكن انا هختار الاختيار الثاني وابدا اقول له ارسال. يبقى اصبح الشخص دوت بصلاحياته ان هو هتروح له رساله على البريد الالكتروني بتاعه تقول له ان في فلان بعت لك نموذج، النموذج دوت ليه صلاحيه ان انت تقدر تعدل عليه. اشكركم لحسن الاستماع. المرات القادمه ان شاء الله هنعرض فيها ازاي اقدر اعمل رد على الاختبار الالكتروني. اطلب من حضراتكم ان حضراتكم تجاوبوا مع الاختبار، هبعت لحضراتكم الاستبيان، هات لحضراتكم رابط الاستبيان دلوقتي خاص بالمحاضرة الثانية. ده رابط الاستبيان الخاص بالمحاضرة الثانية. المحاضرات القادمة هنعرف ازاي اقدر انشئ رد آلي للاختبار دهوت وتصحيح الكتروني ليه، وهيبدأ بمجرد التصحيح الالكتروني والرد الآلي. حتى لو عندي 1000 شخص دخلوا الاختبار دهوت، 2000 شخص، 100000 شخص، هبدأ ان انا بعمل لهم تصحيح تلقائي من خلال الاوبشن انا هعملها وحضراتكم هتشوفوها، وهتعرفهم ازاي ابدأ ان التصحيح التلقائي دهوت هيرسل له في نفس التوقيت الإجابة بتاعته، يقول له أنت جاوبت على السؤال الأولاني بالإجابة كذا، وجاوبت على السؤال الثاني بالإجابة كذا، على البريد بتاعه يقول له أنت جايب كذا 50 مثلا من 100، ويقول له إن الإجابة الصحيحة بتاع السؤال اللي أخطأت فيه هي الإجابة كذا. اتفقنا يا جماعة؟ الناس كلها وصلها الرابط، رابط الاستبيان. تمام. يا ريت الناس تحاول تجاوب على الاستبيان دلوقتي، الاستبيان مش هياخد من حضراتكم حاجة. الجزئية تانية ان الاختبار الالكتروني ده المفروض ان حضرتك دي ورشة عمل، لحضرتك بتنشئ اختبار الكتروني دلوقتي وبتبدأ تبعت لي الرابط مباشر. لو حضرتك ممكن هتبدأ بس تدخل على جوجل درايف، تبدأ تعمل انشاء اختبار الكتروني باسم سريعا، وتبدأ تبعت لي الرابط دلوقتي عشان ابقى عارف مين اللي حضر معايا. تمام. وعايز تعدل في الاختبار ده فيما بعد، هو كده كده انت ارسلت لي الرابط، انا بطلع على الجديد على طول مباشر من عندي. اضافه اخيره، ازاي هتبدا تخليني اقدر اعدل في الاختبار ده، اللي هي الشير الاخير او الجزئيه اللي هي الخمس دقائق الاخرى من المحاضره، ازاي بتقدر تخليني انا كمحاضر ادمن او مش ادمن اقدر اعدل على الاختبار ده. أشكركم لحسن الاستماع. هبدأ دلوقتي أعرض الاستبيان دوت مرة تانية والفيديو اللي أنا شرحت من خلاله على الإيفنت الخاص بالمحاضرة لحين ما يتم إنشاء جروب خاص بالمحاضرة. تنويه أخير، إن المحاضرات هيتم إدراجها في الوصف. تنبيه أخير، المحاضرات العملي، الفيديوهات العمل اللي أنا بنشئها وبرجع أشيرها، هيتم إدراجها في وصف الفيديوهات. أشكركم لحسن الاستماع. لو في أي حد عنده استفسار أنا مع حضراتكم لمدة 5 دقائق. الأستاذة داليا بتقول هل يجب الإجابة على الاستبيان الآن أم بعد تطبيق اختبار فعلي على الحساب الخاص؟ وأنا أفضل دلوقتي، بس هيبقى في رابط لحضرتك عشان تضيف بيه اللينك الخاص بالاستبيان أو الاختبار. حضرتك دلوقتي إنشاء اختبار مش هياخد من حضرتك دقيقتين. هتدخلي على جوجل درايف، من جوجل درايف هتنشئي فورم، من فورم هتحطي عنوان بس للاختبار وتبداي تدرجي سؤال او اثنين وتعملي لي شير او تدخليني ادمن عليه. اتفقنا؟ بعد كده حضرتك عايزه تعدلي في الاختبار ده في اي وقت، تاني، بكره، بعده، بعد اسبوع، براحه حضرتك. طيب انا ممكن اعمل لكم استبيان اخير عشان اشوف الناس. انا ملاحظ ان النهارده العدد قليل جدا، يعني لا يتجاوز 20، في حين ان اول محاضره كان 53. اعتقد ان ده بسبب الاختبارات، لان انا كنت عملت استبيان في بدايه اول محاضره، كان اكتر العدد تقريبا او قرابه النص كان طلبه. فممكن اعمل استبيان تاني لو حضراتكم عايزين نوقف المحاضرات لحين مثلا اجازه نصف السنه، مفيش مشكله.
طيب نزولا عن رغباتكم ان شاء الله نكمل المحاضرة القادمة بإذن الله يوم السبت القادم ان شاء الله في نفس الموعد، لنرى كيف ننشئ رد آلي على الاختبار وناخد بعض باقي تطبيقات جوجل درايف، وان شاء الله نحاول ان احنا ما لا نفسر فيها لحين ما ننتهي ان شاء الله. الاستاذ اشرف هرسل لحضرتك دلوقتي او الفيديو الجاي ان شاء الله بإذن الله بمجرد انتهاء الاختبار. يعني حضرتك ممكن تفتح الاختبار زي ما عرفنا، ممكن افتحه نص ساعة الطلبة تجاود، بعد النص ساعة طبعا في خاصية عندي اللي انا شفتها، الطالب يقدر يطلع على الإجابة بتاعته وإجابات الطلاب زمايله، تمام؟ في جزئية إضافية إزاي أقدر أصحح الاختبار، تصحيح الاختبار مش هياخد مني 5 دقايق، لو أنا فاتح الاختبار لمدة نص ساعة، نص ساعة بعديها ب5 دقايق بالظبط هيكون درجة الطالب عنده في حساب البريد الإلكتروني بتاعه، ونموذج الإجابة الصحيح، ونموذج الإجابة الصحيح، يعني لو هو جاوب سؤال خطأ هرسله كمان إجابة النموذج الصحيح للإجابة، كل ده هيتم إرساله على البريد الإلكتروني. أعيد الكلام تاني، حضرتك المرة الجاية إن شاء الله هنعرف إزاي أقدر أنشئ رد إلكتروني وتصحيح إلكتروني للإجابات، وإرسال الرد الإلكتروني دوت على البريد الشخصي للطالب على الحساب بتاعه بعد انتهاء من إجابة الطالب على الاختبار ب5 دقايق، أقل من 5 دقايق. الناس لو ممكن الناس تبدأ تقعد معانا، بس احنا عملنا استبيان والناس قالت مش هتقدر تكمل، لو الناس جلست معانا كنا هنقدر نعمل كيفية الرد على أو ردود الإجابة. شرفت جدا بحضراتكم وبحضوركم الكريم. أي استفسارات تانية يا أستاذ أشرف أو الأساتذة الأفاضل اللي حضروا معانا؟